روش ديال برنوسي مدير متاحف في بنك المغرب. دونك هاد الندوة اليوم هي مرحلة مهمة في برنامج ندوات متحف بنك المغرب، لأن هاد الندوة هي كتخلد الاحتفالات بالذكرى العشرين تأسيس بنك المغرب وبتأسيس متحف بنك المغرب واللي تشنو صاحب جلالة الملك محمد السادس. وهذا المتحف كيعرض هو مجموعة من القطع النقدية المهتمة بتاريخ النقد المغرب، وكذلك مجموعة من الألواح ديال الفنون التشكيلية. حاولنا من خلال هذه الاحتفالات إقامة 4 معارض كتهتم بالفنون من خلال النقود، هذا اللي نجعلنا واحد النوع من العلاقة بين الفن والنقود، وهذا ما حاولناه تبيانه في أربعة معارض. الأول في طنجة يتحدث عن علاقة النقود بالفن في العصر القديم، والآخر في مراكش وهو يهتم بالعصر الوسيط وبفنون الزخرفة الإسلامية والكتابة الإسلامية في النقود، ومتحفان معرضان في متحف محمد السادس، ومعرض آخر هنايا ببنك المغرب. هادو كيهتموا بالورقة النقدية والتأثير الفني على الإنشاء وعلى الصنع ديال هاد الورقة الفنية. وحاولنا نبينوا الجمهور بأن الفن هو واحد مسألة مهمة في عالم النقود، وبالتالي فان المغرب فعل الطبيعه ديالو فعل التراث ديالو فعل التاريخ المجيد ديالو، فهو كان مراه لهذه الجماليه ديال القطع النقديه وديال الاوراق النقديه منذ الازل الى يومنا هذا. الدكتور محمد قرماد، التلفازه المغربيه وخطاط ورسام، كنشكر القناه ديالكم اولا وقبل كل شيء. هذا راه شرف كبير اننا نديروا هذا الندوه في هذه المناسبه العظيمه، لان هذا عرس ديال النقود المغربية اللي كيتزاد الولد وهو كيعطيه خميسة في يدو ولا درهم ولا واحد العدد معين من هذا، فعندها واحد الدلالة واحد النوعية غنقولوا حنا نوعية فنية كبيرة بالنسبة لي. ثانيا كتكون تجتماعيا كتكون عند هذاك الطفل اللي تعطاه درهم تيعقل عليه ديك المرة اللي كانت ولاد ولا ملي تزاد ولا مدار شي مناسبة، وهذا هو بيت القصيد. لكن العملة المغربية هي واحد تحفة اللي عمر الخط مخطاها، الخط دائما صاحبها في الحل والترحال، سواء في النقدية الأوراق النقدية ولا الأوراق اللي هي معدنية. ثانيا البلاء الحسن اللي احنا درناه باش نحاولوا ما امكن نقربوا للناس نوعية الخط اللي كيمشي مع واحد النسق مع واحد النوع من نوعية من الفن ومن الأوراق ولا النقد المعدني، كنعطيه واحد الأهمية وكنديروا خصوصية باش يمكن يتميز على الفلوس اللي دازوا قديما. الآن دابا تنحاولوا ما امكن نحييو الجديد بالرقميات بالديجيتال الان العالم كله تغير، فما يمكنش غنبقاو دائما نفس الحكايه اللي كانوا كيديروها الرسامه الاخرين ولا الخطاطه اللي كانوا قدام. ما كانش مدارس ديال الخط، ولكن دابا الان ولات الخطوط خذات المصدر ديالها، خذات المسار ديالها، تعطاها واحد النوعيه، تعطاها تكريم ديالها وتكرمات في الدول العربيه كلها ولها مقامها الخاص بهذا المسائل. الخط العربي دخل مع النقد المغربي بعدة طرقات، خصنا نكونوا من بناة الحضارة أننا نكونوا في المستوى اللي كيتمناونا الدول نكونوا فيه، وحتى المغربنا الحبيب يكون والمملكة المغربية كتكون عندها واحد ودائما عندها تجارة، عندها بزاف ديال المعاملات، عندها علاقات دبلوماسية ثقافية إلى آخره، فخص التنوع ديالنا يكون في المستوى ديالنا، وكنتمنى لكم التوفيق. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.